وفي هنغاريا أقيم السباق الفريد من نوعه الذي يتنافس فيه الأزواج بحمل زوجاتهم على الأكتاف في مسار سباق موحل. شارك في السباق العشرات من الأزواج عبر مسار مرتفع بطول 260 مترا ويتضمن العديد من العقبات ومنطقة الرش بالماء. السباق الذي يحظى بشعبية واسعة يجده البعض مثيرا للجدل. فرقة بلاك بينك الكورية تصدر أول ألبوم طويل لها منذ انطلاقتها بعنوان ذا ألبوم، وتسيطر على قوائم آي تيونز العالمية. الفرقة استطاعت بألبومها أن تصل إلى المركز الأول لمخطط آي تيونز في أكثر من 57 دولة. ذا ألبوم تضمن الأغنية الرئيسية المرتقبة بعنوان لاف سيك، والذي حقق الفيديو كليب الخاص بها أكثر من 50 مليون مشاهدة في أقل من 18 ساعة على اليوتيوب. ختام فقرة أخبار بلا سياسة، ابقوا معنا ونبقى مع ما تبقى من صباح العربية. I'm a person, can't eat the more.